الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في شغل شغالينه العلمانيين بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين، قاعدين ينشروا بين الشباب وبالأخص بين البنات تحديدا، لأنه يا جماعة المرأة في الغالب عقلها ضعيف وما بتفكر في عواقب الأمور في الغالب، فغشوا بها النساء، وللأسف معهم نساء محجبات كمان كتار بالآلاف أو بمئات الآلاف من الحريم، شي بيسموه البرمجة اللغوية العصبية. جابوا ناس التنمية البشرية دي، وأصلا دي قالوا ألفوا اثنين أمريكان في السبعينات، واحد اسمه ريتشارد بالندر واحد اسمه جون غريندر، ديل هم قالوا الألفوا الوهمة دي بتاعت البرمجة اللغوية العصبية. خلاصة الشغلة دي، بدل ما تؤمن بالله وإنه الخالق الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقادر كل شيء، وهو الذي بيده سعادتك وتعاستك ونفعك وضرك، لا، بدل ده إنه نفسك وقوتك أنت الذاتية والعصبية هي المتحكمة في الكون كله، وانت كبشر تستطيع تعمل أي شيء. عشان كده في بعضهم، ما كلهم، يقول لك بيمشي على الجمر، واحد يقول لك يأكل النار، يعني دي مراحل قالوا خلاص بيصل الإنسان تاني حتى النار ما سوى الحاجة. ومن الغباء والتفاهات المضحكة المبكية في نفس الوقت إنه الشغل بتاعهم كيف؟ مثلا زول رسب في امتحان الشهادة الثانوية، بدل ما يقول لك امشي اقرا وادعو الله يوفقك، ادعو الله بالتوفيق والنجاح، لا ما عندهم ده، لا تقرا لا تدعو الله يوفقك، قال تقول انا ناجح، يتلموا 70 راسب وفاشل بنات واولاد، وهنا موجود فيديوهات، لكن الفيديوهات فيها بنات، انا عشان كده استحي اشغلها، يتلموا يترصوا بنات بجاي وقدام الاولاد واختلاط وقله ادب، يلا انا ناجح أنا ناجح أنا ناجح أنا ناجح أنا ناجح بأعلى صوت، يكوركو كده قال كده بنجح. والله المطرة مثلا ما نزلت، يتلموا المزارعين والمزارعيات وكده، المطرة نزلت المطرة نزلت، واو، ينططوا وكوركي قال وكوركو قال كده حتنزل، يا ما ده كلام فاضي، ده كلام فاضي يا أخي. ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وكذا اسمحوا لي شغل لكم بس بدون يعني صورة، بس اسمعوا الصوت. ده واحد مصري فاشل مدرب قال لي الشغلة دي البرمجة العصبية. ده واحد، الثاني ديل كمان ديل فاشلين كلهم، فمسكوهم في نغمة انه لازم انجح، كلهم شغالين رجال ونسوان لازم انجح وجوط وكرة. لازم انجح لازم انجح لازم انجح. وده طبعا الهدف من الكلام ده يا جماعة، خلاص وتصل للإلحاد، إنك ما تؤمن بوجود إله، والإله ده هو الذي بيده مقادر كل شيء، ما تؤمن بوجود إله، إنما القوة كلها عندك أنت، زي ما هم بيسموها القوة شنو؟ العصبية. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن القوة لله جميعا، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالنفع والضر والقوة والنجاح والفلاح والتوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى. كان بيغني من الكلام ده إنه زول فشل في أي حاجة في حياته، تقول له أمشي أول حاجة استعين بالله،
كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: واستعن بالله ولا تعجزن، ولو أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا فإن لو تفتع عمل الشيطان، ولكن قل قد قدر الله وما شاء فعل. فأول شيء تنصح يستعين بالله، اثنين يمشي يجتهد في الدنيا تضيف في رزقه في عمله. ربنا ما قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فدل دارين استبدلوا القرآن والتوفيق من الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله والاستغاثة بالله ودعاء الله سبحانه وتعالى الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دار استبدلوا ذا الإيمان الصحيح بالإيمان بقدرات الإنسان بل وبقدرات الكون. قالوا الكون ذاته وبيفعل مش الله، ودي وسيغة برضو وسيغتين أنا صورتها من مواقعهم ذاته. عندهم موقع اسمه روح في التليجرام، عندهم موقع تاني لواحد سافل اسمه أحمد عمارة أظنه مصري برضو مجرم بقود الشغلة دي كلها. شوف من الأشياء الكفرية اللي عندهم برضو هنا ما جاء، قال ياسمين عبد العزيز مثلا حين زهدها زوجها وبحث في كل مكان آخر عن سعادته قطعا بكت وتألمت. أظن دي واحدة طلقة راجلة، بدل ما تمشي تتوب إلى الله وتراجع نفسها مع الله سبحانه وتعالى السبب جبل المصيبة دي شنو. الشيخ بن باز قال: الإنسان إذا حلت بمصيبة ورجع وتاب واستغفر الله سبحانه وتعالى ربنا يبدل خيرا مما كان. وشوف الصحابية الجليلة أم سلمة لما مات زوجه أبو سلمة رضي الله عنه قالت: فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله لي خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبة وازدوج الرسول عليه الصلاة والسلام. آخر من أبو سلمة رضي الله عنه ولا ما خير؟ ما في حاجة اسمه برمجة عصبية ولا هوس، في التجاء إلى الله وعمل بالأسباب. أما الهوس ده الناس يرقصوا أنا ناجح أنا ناجح ولازم أنجح ومعاك نساء ومطلوقات وبنات متبرجات تقول حتنجح، والله ده الفشل ذاته. طيب آخيرة جابت لها كمان كفر عديل، قال دي طلقة راجلة ياسمين مين ما بعرف. قال: ولكنها بكل تأكيد لم تفقد ثقتها في نفسها وإيمانها باستحقاقها لرجل يحميها ويفضلها على نساء الكون. أها، فتآمر الكون لصالحها، يعني بقى المؤثر والفاعل هو شنو؟ الكون. وده الإلحاد ذاته يا أخوانا، ده الإلحاد ذاته. الملاحدة لما أنكروا وجود الله قالوا لهم: طيب الكون ده جاء كيف؟ قالوا: جاء بنظرية الانفجار العظيم، كان ذرة صغير قدر النملة وتمدد بفعل الحرارة وبوم يتفجر، قال بقى كون، بقى فيه سما سبعة وطو شجر وإنسان وحجر وقرد وكده، عشان ده كله ينكر وجود الإله سبحانه وتعالى. فدير برضو بينسبوا أي حاجة للكون. قال: فتآمر الكون لصالحها ووضع في طريقها شابا وسيما يافعا بسرعة البرق يصبح نجما لامعا. ده ما قال، ما قال تاني برضو هنا برضو قال بيتكلم مع عمرة انه كيف تنصلح. قال: والأصح هو أن تتخطين كل أزمة بكبرياء. ذاته التكبر ده حرام ذاته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. أها، وأن تؤمن باستحقاق كنا للأفضل في كل وقت وفي أي عمر. أها، وأن الأجمل لم يأتي بعد، الكون يحقق لنا ما نؤمن بأننا نستحقه ويضع في طريقنا ما نحقق ما يحققه لنا. الكون ما الله، شفت الشغل ده كيف؟ ده شغل بتاع إلحاد يا جماعة، ده شغل بتاع إلحاد. دار يوصلون له الشيوعيين والعلمانيين والملاحدة فيما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية، سموها ما شئتم، ده شغل بتاع إلحاد. خلاصة الكلام، فعلى الناس المشتركين معهم والبنات الداخلات معهم الغاشينهم، لأنه في بنات محجبات عديل معهم، والله في بنات منغبات عديل في مصر وفي وين مصورات مع أحمد عمارة ولا التافه ده يرقصوا أنا ناجح أنا ناجح، يرقصوا ينططوا وحدات لابسات بناطلين، هسه ده نجاح ولا فشل؟ فده ده ده شغل يا ناس. العلمانيين دل يحاربوا الإسلام بكل وسيلة وبكل طريق،
فانتبهوا إلى هذه الأمور. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.